بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. من أداب المطر أيها الكرام الفضلاء أن تحسن على رأسك أن يصيبك المطر، كما صح من حديث أنس كان مع النبي عليه الصلاة والسلام فنزل المطر فحسن على رأسي فقال لما فعلت ذلك رسول الله؟ قال إنه حديث عهد بربه. ومن أداب المطر أيضا الدعاء، من حديث سهل بن سعد الساعدي قال عليه الصلاة والسلام: ثنتان ما تردان، الدعاء عند النداء وتحت المطر، تدعو برفع الأيدي كالمستطعمين أو تدعو بدون رفع الأيدي، الأمر في ذلك واسع إن شاء الله عز وجل. ومن آداب المطر أيضا إذا نزل المطر أن تقول اللهم صيبا نافعا أو أن تقول اللهم صيبا هنيئا. ومن آداب المطر أيضا أيها الكرام الفضلاء إذا اشتد المطر أن الإنسان يدعو فيقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والأكامل وبطون الأودية ومنابت الأشجار، كما صح ذلك عن العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أيضا من آداب المطر أيها الكرام الفضلاء أن الإنسان يستبشر بنزوله ويدعو الله تبارك وتعالى عنده، فإنه خير وبركة نزلت من السماء. وصلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.